هاد الايام هذه الساعات الاولى ديال نهار 20 شهر 8 يعني ثوره الملك والشعب تقريبا على شي وحده ديز في على الطريق ديال لاكوط يعني الساعات الاولى الوحده ديال الصباحيين غادي نجي لوطيرات تمايا غادي بشويه خاوي وهذا باش عينا على اساس ناس شي كليان وهذا فاذا بيا كنصطاد بهاد ثلاثه ديال الشباب شيروا عليا وخفت بانوا لي ناس ولاد عائله يعني قلت هادو ولاد عائله ولا برانيين يعني السلام السلام سيدي ركبوا بثلاثه فين عام سيدي قال لك سيتي سويس قال الحي راقي يعني هذاك يعني راه هذا الجانب اللي خداو لي حتى فهمتيني قلت انا هاد الناس يعني حتى في الهندام ديالهم حتى في الصوره ديال وجههم يعني ما غاديش تخليك باش تسكيهم قلت له بسم الله كاد واحد شويه ديال السيركولاسيون قال لك عافاك امو الطاكسي شوف شي بلايصه ما يهضر كيتسناو لنا العشاء الناس نطق داك ديال اللور قال الاخر اللي حدايا قال لي واش خالتي قالت لك يعني بحال المسطره يعني تعطلتوا على العشاء خديت الطريق ديالي يعني المهم درت في القدر المستطاع ديالي باش نوصلهم في الوقت ديك الطلعه ديال لا سيتي سويس جهه الستاسيون تما كنطلعوا حتى اللفان ديال لا سيتي سويس كي على اليمن في كاين هذيك الفيلا ديال سميتو مع الدور على اليمن بركه سيدي وقفت شعلت الضوء بحال الناس يبان الناس باش الناس اللي بغيت شعري يعطيها لك يبان لي بعدا شنو غادي يعطيك فاذا بيا كيتناوبوا عليا باللكمات ما عرفش اش وقع لي ضربوني حتى طاروا لي نظري وهاك لاباس هذا يقجوني هذوك الناس ديال اللور انا في شي ضيق التنفس بديك القوه ديال الانسان اللي كتحيد ليه النفس انا ما عادش نقدر على ثلاثه الناس ولكن هذاك النفس يقطعوا ليا ضريت باش نتهز من فوق الكرسي ونحيد ليهم تمايا ناض الاخر اللي من اللور لا الاخر اللي من اللور حيت كنت انا غادي نحلبه وغادي نهرب ولا غادي شي محاوله بعدا شي حجره ولا شي حاجه ما نكتبش عليك ناض سيدي السيد اللي كان اللور واحد دري صغير هذا هو ما كتفرش الاعمار ديالهم 28 سنه هذو مازال شباب مازال ما جا دار لعندي شد لي يديا خرجها لي من الشرجم دار يدي على الباب وكيشبد وكيضرب فيا بيديه الاخرين بلا ما نقول لك الاخر شاد لي يديا على اليمن وهو شاد لي يديا على اليسر الاخر كيضرب لي البوك تيقول لي جبد شنو عندك جبد لي هذه جبد لي هذه فين هذاك ودي راه كلشي قدامك واش غادي خلاصت القول حتى حاجه ما قلعت عليهم قلت لهم ودي راه ما خبينا عليكم والو علاش هذا الشيء كلشي علاش وكنغوت ما كاينش لا يتقوى والو كانت الدنيا خاوية وكانت ديك الفترة ديال العواشر الناس باقي في العواشر وهذيك المنطقة بلا عواشر يعني ما كل واحد سد عليه الفيلا ديالو ما كاينش غادي العساس قال لي اسمع الغوات راه كيطلع لك غير من شي شجرة ولا كذا ما هذيك الإحساس ديال ديك اللحظة صافي أنا كنحس راسي مشيت راه غير واحد السيد مسكين واحد الفقير مسكين غير دار واحد المبادرة جا كي بحال إلا يتقدم عند الطاكسي وهربوا هما وما كون هذاك السيد اللي جا تقدم عند سميتو راه غادي يفضوا معايا دوك الناس حتى اللي طلب شي حاجة غير يعطيها له فايدة ما بيت أنا والو هاد الناس بيتو مين ينالوا الجزاء ديالهم لانه كيتكرفص على واحد الحرفي مسكين اللي خلى ولادو وخلى مسؤوليه وخلى مرته مريضه وخلى باها مريض وخلى كذا باش يوصل هذوك الزبناء للمحل ديالهم ولا شي فهمتيني البلاصه الوجهه المقصوده هذا هو اللي كنطلب منه دابا انايا كاين ناس مساكن دابا يعني بحال دابا الشكل دابا ديالي في الصباح دخلت على عائلتي مرتي ابا تصلي الفجر كنلقاني كلشي دمايات وجهي من فوق تخلعات الدراري البنيه الصغيره تخلعات واه بابا شو وقع عليك حيت كيعرفوك ديما نقي المده الاحترافيه ديال استاذي 25 سنه كيعرفوني هاد الناس القدام كلهم كيعرفوني راه كاع ما كيشوفوني بزاف ولكن الاحترام متبادل ما كيشوفونيش بزاف الا تلاقينا انا في التنقيط وصافي ما كاين لا مشاكل لا صداع راه الناس البوست كيشهدوا عليا كيعرفوني كاملين عناصر ديال البوست الشرطه كلهم كيعرفوني تقول لهم العمراني يقول لك الله يودي احسن عصر في الطاكسي داق سوق راسوخ منقيه كان شي حاجه في المحجوز كنجيكم نعوضوا عليهم وفي الساعة ماشي تندور تار قلب ما كتكون شي حاجة كنجي كنجيبها لمركز التنقيط ونحطها لهم يعني كتكون ديك ربع ساعة ديال التراجيل لمركز التنقيط كيعرفونا كاملين الناس ديال فهمتيني هذا هو هاد الناس الحرفيين ديال الطاكسي بحال دابا هاد الناس دابا اشنو بحال دابا النبي شنو هو انا زيتك نوصلك للمحاكم شوف انت شنو هي النوية داك بيتي تعشى ولا عندك شي مريض في الدار ولا عندك ولا شي دواء باغي تدي لواحد المريض ولا كذا علاش توقف توقفني حتى الا ما عندك ولا ولد الناس سير ما تعطيني حتى ريال ولكن باش تضربني ما عرفتي الا ما كنجري ما عرفتي الا ما كنجري
راه عندي جوج عائلة كنجري عليهم وعندي وليدات، راه ماشي دابا راسي مثلا. دابا السي دابا هما دابا عندي شهادة طبية فيها واحد القدر معين ديال الأيام، غادي نجلس عاطي بلا خدمة، اش غادي ياكلوا هذوك الناس؟ وهو الدخول المدرسي على الأبواب، ويلا فترة الفترة ديال عيد الأضحى، يعني راك ولد البلاد وعارف الإنسان البسيط الحياة ديالو. هذا هو أستاذي، هذا هو حدود اللحظة سيدي. الإجراءات درناهم مع الناس ديال الأمن الوطني وقايمين بشغلهم، زعما صراحة الناس خدامين. دابا ثلاثة ديال الناس واخا تكون نيتهم حسنة ما غاديش نهزهم، حيت صافي الناس عقدوني من هاد السلوك هذا الغير لائق بالنسبة للشيفور. أشنو هو الذنب ديال الشيفور؟ السائق ما شنو هو الذنب ديالو؟ أشنو دار ليك؟ وصلك وفي الاخر واحد النهار يجي يقول لك، ها شينا الطاكسي باش يوقف لينا. راه سي نورمال استاذي ما يهزكش، راه شوف الطاكسي الا جلستي معاه وعاودتي راه كاين الاف المؤلفه ديال الشوف ديال السائقين ديال الطاكسيات. الا عاودتي الا جلستي معاهم في الحوار دابا كل واحد دابا اش واقع عليه مسكين. هذا بواحد الحاله انا بعدا كان انا باقي غادي نوقف هاد الناس تقول هكا طيح الظلمه شويه، ما عادش نوقف لهم مازال صافي الصوت على النبي. لا خلاوش لي هاد الناس اللي باقيين زعام ونوصل للناس وندير معاه شي جيش زوين. ما باقيش زعام. الميساج ديالي او هاد الرساله ديالي كنوجه الشكر الجزيل للناس ديال الجمعيه ديال سائقي ومستغلي وارباب سيارات الاجره الصغيره باكادير، وكنشكر السيد جمال السهل اللي جرى معنا في هاد المشاكل هادو، وكيسول الاحوال الشخصيه ديالنا وكيسول على يعني المجرى ديال القضيه. كنوجه ليه التحيه وكنشكرو جزيل الشكر. تنكر هذا الشيء اللي وقع الاخ عبد اللطيف اتجاه هاد المتهمين اللي تعدوا عليه، هاد الاعتداء هذا وتكرفصوا عليه، وسائق يعني السلوك ديالو زوينه في القطاع كنعرفوه لمده ازيد من 20 سنه، والجمعيه راه دارت الواجب ديالها، والامن راه متبع الملف هذا باش يتخذوا المسطره اتجاه المعتدين هذه. ودائما في الفتره ديال الصيف تيوقعوا لنا جوج الحالات، ثلاثه الحالات، حيت تيدخلوا عندنا هنا ناس غرباء. كاين شي واحد تيكون مقطع جاي يمشي مدينه بعيده، تيبان لي غير السائق ديال الطاكسي اسهل حاجه يديه لشي مكان بعيد، هما يديه شي مكان راقي اللي تيكون خاوي، ولا كيديه لشي بلاصه بعيده وتيجريسي تيدي ليه رزقو باش يدوز العطله ديالو. وحنا كجمعيه راه كنستنكروا هذا الشيء، وكنطلب من الاخوان هذا الشيء ما يهزوش بواحد الحاجه اللي سميتو. الحمد لله راه الامن راه خدام، وسنين هذه الحمد لله راه ما بقاوش عندنا هذه الحالات هذو. الحمد لله. المهم الامن راه كاين في مدينه اكادير.